السؤال الأولاني، هل تحب نتكلم عن لقاء سيمبا التنزاني اللي فات، ولا مباراة النصر ضد النادي الأهلي في الكاس، ولا الزمالك في الدوري؟ لا نتكلم عن نتكلم عن النادي الأهلي في مباراة سيمبا. حلو. والانتقادات اللي وجهت للنادي الأهلي في مباراة سيمبا، لأن انتقادات لازم نتكلم عنها. لازم أنت الأول تشوف كنادي أهلي مطلوب منك إيه الفترة اللي جاية. الناس شافت المستوى بتاع الاهلي قدام سيمبا فقلقت، وعندك حق. بس لازم، وانت قبل ما اقول لك عندك حق، لازم تعرف حاجه واحده وحاجه مهمه جدا. ايا كان لعب الكره ده اكيد بشر مش اله، فايا كان انك تخلي لاعب عنده دوافع وهو اوريدي متاهل، دي بتبقى صعبه على الجهاز الفني. اصعب شيء على الجهاز الفني، اي جهاز فني مش النادي الاهلي بس، انه يخلق دوافع في مباراه خاليه شويه من الدوافع. بمعنى انا متاهل وكده كده صعد تاني وعندي مباراة زمالك، طب انا اجهد نفسي بالشكل المبالغ فيه ليه؟ خاصة ان اللعيبة قلقت بعد اصابة اجاي. لازم تحس ده بشر. هو شايف ان زميله اللي هو نازل معاه بنفس الدوافع اللي عملها له المدير الفني اصيب بفضل برضو، او يرجع الى ايه؟ للاجهاد المتوالي، وان اللعيبة ما بتريحش، وبالتالي انا ممكن اكون زي اجاي. أجاي مثلا طبعا اصيب اصابه عضليه وممكن يغيب فتره طويله، طب ما انا ممكن ابقى زيه. لا، طب ما انا اخد بالي، انا عايز العب مباراه الزمالك، انا عايز اكون موجود في القمه، انا عايز اكسب الزمالك، انا اكيد هريح مباراه النصر. كل ده في دماغ اللعيبه، ما حدش يقدر يقول لي ده مش في دماغه. انت هتقول لي انت كان لازم تكسب سيمبا وسيمبا ما كانش ينفع يكسبني، طب ما انا كسبان وهكسبه، بس هكسبه ازاي؟ باقل مجهود. ده وارد يكون كان موجود في دماغ اللعيبه او تفكيرهم، ده لازم تحطه في بالك. لازم تحطه في بالك انك مش على طول هتقدم الكره كويسه. هتقول ان احنا بقالنا فتره ما بنعملش ده، هقول لك الفرقه فعلا مجهده. ده ياخدنا لجزئيه مهمه وقلناها قبل كده على فكره، انا من وجهه نظري على موسيماني ان يختار التدوير للفريق بمزاجه افضل ما يكون غصب عنه. بمعنى لو ما يضطرش بقى لما اللاعب نفسه يكون اهلك، يعني هو اضطر للماتش اللي هو للاسف احنا عندنا حتى كان في الخبر معانا محمد هاني وبواليا وياسر، يمكن كلهم لا هو بواليا عشان الام المعده، عنده حاجات في المعده. انما محمد هاني خارج وكلها اصابات عضليه. محمد هاني ياسر ابراهيم اجاي وكلها اصابات عضليه، وده الاغلب واللي هتلاقيه لو استمر نفس الحال، اللي هتلاقيه الفتره اللي جايه برضو هتبقى اصابات عضليه. من وجهه نظري لابد ان يكون في اجتماع كده بين ثلاث افراد او ثلاث عناصر في الجهاز الفني او في فريق الكوره، بين موسيماني وبين مخطط الاحمال وبين طبيب الفريق. ولازم يتعمل فكره معينه في انك ازاي تطلع باقل الخسائر من الفتره دي. هو في خساره تحصل، ده لازم تقولش بقى انت بتبشر، لا لازم انت شطارتك دلوقتي انك تقللها او تمنعها.